منكم أن نؤجل الفعاليات حتى نعلن عنها في الغد إن شاء الله. ستكون فعاليات قوية إن شاء الله، سيعلن عنها غدا إن شاء الله، سيعلن عنها غدا إن شاء الله. يعني أريد أن أقول إن المؤامرة على الوطن والمؤامرة على الإسلام كبيرة، ولن نكتفي بمجرد ردود أفعال، ولن نكون مجرد ردود أفعال، لابد من أن يكون هناك خطة لردع هؤلاء المجرمين. هذه المؤامرات لن نسمح لها بأن تمر إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى معنا ولن يترنا أعمالنا. يعني أستميحكم عذرا، يعني أن تكملوا هذه الوقفة إن شئتم بطريقة سلمية تماما، لا تتركوا لأحد فرصة أن يشوه صورتكم، وإن شاء الله ستكون هناك فعاليات يعلن عنها ابتداء من غد. من شاركنا فيها من الحركات الإسلامية فأهلا به وسهلا، من قفز من القارب وأراد أن يلحق بجبهة الإنقاذ فباعد الله بيننا وبينه، ومن تعامل في هذه المسائل التي تمس الدين والشرف والكرامة بضعف سامحه الله على هذا الضعف، ولكن كما قال بعض الصحابة اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أعني الإعلاميين وجبهة الخراب ورموز النظام السابق وأصحاب المال الفاسد، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء بضعفهم أو ببعدهم عن موالاة إخوانهم المؤمنين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نريه منا ومنكم ما يحب في نصرة هذا الدين العظيم. يعني إخوانكم في الجماعة الإسلامية كانوا رجالا، ولما قالوا إن الشرطة تنسحب قلنا لجان شعبية، والحمد لله ثبتنا في الموقف. هاجمنا كلاب الإعلام وقالوا ميليشيات، فلم نهتز ولم نتراجع، وإلى الآن بنقول لجان شعبية إن ما كانتش الشرطة عايزة تأدي دورها برضو هننزل في اللجان الشعبية، معنا القانون، معنا المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، معنا قانون الخاص بحق الدفاع الشرعي، معنا فوق ذلك قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا ما عندي، بارك الله فيكم.